جماهير محبة ومتعطشة لرياضة مصارعة النوبة احتشدت مبكرا حول الحلبة في استاد شرق النيل للمصارعة لتشجيع لاعبيها المفضلين وتحفيزهم، وإبراهيم أحدهم. نحن كجمهور ومشجعين دائما بنأتي إلى هذه الحلبة مبكرين، يعني حوالي الساعة 1 و2 لكي ننظر إلى هذا الملعب، من أتى من اللعيبة الكبار حتى نقوم بتشجيعه وتحفيزه سواء كان معنويا أو ماديا. مصارعة النوبة أو كما يسميها أهلها الصراع من أهم وأشهر الرياضات الشعبية للقبائل المنحدرة من جبال النوبة، نشأت عليها وأصبحت رياضة يهواها الصغار والكبار. والله المصارعة هي بالنسبة لنا يعني كهواية، وقبل هذول يكون هواية أصلا هي تراث بالنسبة لنا، يعني قمنا على التراث وحاولنا يعني إنه يمارسها. يعني إنه يرى لاعبو هذه الرياضة أنها تكسبهم العديد من القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تميزهم في مجتمعاتهم. المصارعة طبعا يعني بتكسبك أول شيء، بتخليك عندك أخلاق رياضية، وبتخليك إنك أصلا يعني إنسان متواضع مع كل الناس، وبتديك شعبية، يعني بتكون إنسان معروف لحولك الآخرين. وللرياضة مصارعة النوبة ضوابط جسدية كغيرها من الرياضات الأخرى، يجب على لاعبيها الالتزام بها ليتمكنوا من خوض منافساتها خاصة مع تقدمهم في العمر. بيشرف على تدريب النادي في اللعيبة، اللياقة، ثم السلطات والتوجيه للرياضة. بعد ذلك بنقوم بتربية الأجيال بطريقة منتظمة، يعني كالأندية بتاعت فوتبول، كاراتيه، ثم البوكس. بنفس الطريقة نحن بنرعى المصارعة بتاعت الرياضة. لم تقتصر منافسات هذه الرياضة على المباريات المحلية فقط، بل يحرص منظموها على التواجد في المنافسات العربية والإفريقية. لهذه المصارعة استطعنا أن نحرز أكثر من ميدالية، كذا ميدالية إن شاء الله في المشاركات العربية والإفريقية، ونطمع في أن هذه المصارعة إن شاء الله هنتقدم بها للأمام، ونحن نطمع في أن مصارعاتنا البيئية ذاتها نحاول أن ننشر على مستوى إفريقيا. وتشهد مدن العاصمة الثلاث مباريات أسبوعية لمصارعة النوبة التي يحرص مجتمع قبائل النوبة في الخرطوم على إقامتها والاستمتاع بأجوائها التنافسية. المصارعة عند النوبة ليست رياضة فقط، بل فن ومدرسة ثقافية قائمة بذاتها، فحيثما استقرت بهم الحياة وجدت كرنفالات مصارعة النوبة وأجواؤها الحماسية، فبين تنافس لاعبيها وهتافات مشجعيها قيم وإبداع اجتماعي يتمدد. معدة سرقة، قناة اليوم.